السلام عليكم. المحكمة الاتحادية العليا أنهت الجدل ووضعت حد للتفسيرات القانونية والاجتهادات السياسية فيما يخص قرارها بإنهاء عضوية السيد محمد الحلبوسي من البرلمان بكتاب وصل للسلطة التشريعية تضمن فحوى القرار وحيثياته. أكدت أن الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق ليث الدليمي، معتبرة أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية. وعلى هذا الأساس نبهت المحكمة أن لها الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب، وقضي الأمر الذي فيه يستفتي الحلبوسي وحزبه اللذان يروجان منذ صدور القرار وحتى هذه اللحظة لإمكانية تراجع الاتحادية عن قرارها الذي اتخذ بالإجماع وفقا لأكثر من 8 مواد قانونية ودستورية. على ماذا يستند هذا الترويج؟ وهل هناك إمكانية رجوع واردة أم أنها مناورة سياسية غايتها استمالة مشاعر الجمهور، لا سيما وأن حزب تقدم أمام تحدي إثبات الذات عندما قرر الاستمرار في العملية السياسية وخوض الانتخابات المحلية؟ ووفقا للمعطيات فإن الطريق الوحيد الذي فسحته الاتحادية أمام الحلبوسي هو طريق تصفية الحسابات مع الخصوم للبقاء في العملية السياسية على أقل تقدير. أرحب بكم في حديث العراق، وأرحب بضيوفي الأستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام، والأستاذ محمد العلوي عضو حزب تقدم، ومن بابل الدكتور ضرغام ماجد الناشط السياسي. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ وائل، حياك الله أستاذ محمد. حبيبي حياك وياك. خليني أبدأ من صفحة التقدم. يشتهلون، يطول عمرك. الله يحفظك أستاذ محمد. خلص بعد انتهى الموضوع صح؟ بعد ما تروج العوده؟ لا انا سؤالي فقط. ايه؟ بعد ماكو امل للعوده الى مجلس النواب؟ وعدكم داخل لا تقدم اكو امل. يعني ححكي لك نقطه جدا مهمه. اول شيء نرحب بك، وهاي المره الثانيه اطلع وياك، وانا نادرا ما اسويها اطلع يعني لقاءين ببرنامج واحد، بس الحوار المهني والفحوى الاعلام الجميل يجبرنا انه نحضر. شكرا. وبوجود الضيوف اكيد. حياك الله حضرتك، واقدر هذا الموضوع. قرارات المحكمه، اكثر حزب يلتزم بالقضاء العراقي هو حزب تقدم ورئاسه حزب تقدم. تمام. وسيد رئيس مجلس النواب اكد لك انه هو ملتزم بكافه القرارات القضائيه. احنا يعني شفنا قرار قضائي واحنا ردينا بطريقه قانونيه وقضائيه عبر مؤتمر صحفي، عبر تفسير للدستور، عبر تفسير للنصوص القانونيه. جل من لا يخطئ. احنا كنا نعرف اكو قرارات صدرت من المحكمه الاتحاديه وبعدها صدرت قرارات اخرى تراجعت عن القرار السابق. ليش؟ لان بيه مصلحه للعامه. واكيد المحكمه الاتحاديه الموقره اذا رات انه الموضوع بأثر على الشارع العراقي أو على العملية السياسية، ما أقول لك تتراجع عنه، بس تنظر به مرة أخرى. مو شرط التراجع، بطريقة العدول 100%. ايه. احنا متأكدين أنه الموضوع اللي طرح بالفترة الحالية هو موضوع ضغط على المحكمة الاتحادية، ربما بالإسراع باتخاذ إجراءاته. وتنعرف احنا أنه القضاء العراقي يحاول أنه يحسم الأمر بأسرع طريقة ممكنة. لذلك احنا ننتظر
ونراقب ودنشوف. يعني احنا شفنا تصريحات الرئيس البارحة بالأنبار بالقرمة، أكد أنه احنا مع العملية السياسية، احنا مع القانون، احنا أب لفئة معينة تمثل الشارع العراقي، احنا الخصوم من استبعدوا أو من قرروا ان اعتزال العملية السياسية بزمن السيد المالكي طلعوا على السريع، تمام، طلعوا مظاهرات، هددوا السلم الأهلي، خلوا مناطقنا ومحافظاتنا منكوبة لغاية الآن. صح، وقادمونا يا بغداد 100%، سووا هاي المظاهرات 100%. الرئيس الحلبوسي انت البارحة كإعلام حيادي دا احكي، البارحة شفت الطرح، احنا وجهنا جمهورنا الآتي: يمنع اطلاق العيارات النارية. مع العلم احنا بالعراق، يعني اذا اهلنا بالجنوب واذا اهلنا بالغربية بالاحتفال وبالفرح وبالغضب يعبرون عن نفسهم. هسه المنتخب من يفوز العراقيين كلهم يضربون طلقات. احنا سمعوا خبر الجماعة انه الرئيس رجع، طلقتين ثلاثة طقت، صار تهويل وصار تسييس للموضوع وصار تسقيط. هاي اطلاق عيارات نارية من اجل الفرح، مو لزمه السريع، مو نصبوا الخيم، مو قطعوا الطرقات، بالعكس الرئيس الحلبوسي: احنا اولاد البلد واولاد العملية السياسية، واحنا مع القانون، واحنا حائط الصد لأمة ولمجتمع. تمام، عندكم امل بعودة الحلبوسي مرة ثانية؟ انتوا قاعد تتحدثون عن عودة الحلبوسي مرة ثانية، ولذلك ذولا طلعوا ارموا طلقات، جمهوركم قاعد عنده امل وقاعد يتصور. املنا كبير بالله، وأملنا كبير بالقضاء، وأملنا كبير بالمحكمة الاتحادية، وأملنا كبير بشركائنا بالعملية السياسية. بس المحكمة الاتحادية بعد أنهت الجدل، يعني هاي ثالث مرة المحكمة الاتحادية، أول مرة نطقت القرار، ثاني مرة أكدت على قرارها، وهاي المرة أوصلت شرح القرار نفسه. يعني البارحة أنا قريت خبر، ما أعرف إذا شفته أو لا أستاذ العزيز، يعني هسه أحاول أقرأ لك إياه، وهذا الخبر يعني شنو فحواه؟ فحوى انه المحكمة الاتحادية ممكن تنظر بقراراتها اذا كان موضوع يمس الامن العام، السياسة العامة للبلد، العملية السياسية بشكل كامل. وانت تعرف يعني احنا موضوع الفترة الحالية، احنا عندنا اول شغلة عندنا عمل المفوضية، اذا ما تبدد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هاي مشكلة كبيرة. زين، وانت تدري بيها استاذ. زين، شنو علاقتها بموضوع هسه احنا رئيس مجلس نواب ما عندنا؟ خب اكو موجود بديله، ما يصير النائب مالك هسه حاليا قانونيا دا احكي لك قانونيا، واني ما جاي يعني دا اجتهد، لا اني قبل ما اجيك اتصلت باكثر من اربع خبراء قانونيين لان اعرف انت حتسالني اسئله تخص فحوى هذا الموضوع. زين، اول نقطه، هسه حاليا الجلسه الوحيده التي ممكن ان تعقد هي موضوع حسم رئيس مجلس النواب. تمام، يعني احنا لازم نقرب موضوع معين، انه هسه حاليا مجلس النواب بفراغ قانوني كبير. زين، مجلس النواب ما يقدر يختار هسه؟ هم يختاروا لهم واحد يخلصون الموضوع. شلون يختارون واحد؟ اول شيء اذا فلنفرض انه السيد الحلبوسي زين انسحب من، ما نقول الرجل انسحب، يعني نقول انسحب، تمام، نقول انسحب من رئاسه مجلس النواب، انسحب، تمام، احنا نص زائد واحد بالمكون السني. زين، اوكي، منو البديل؟ كل اعضاء حزب تقدم حاليا يرفضون انه يجلسون على كرسي جلس عليه الرئيس. ما راح واحد من مرشح من عندهم؟ كنا مصرين على كلام واحد وقرار واحد، بما بيهم اني يعني عبدك الفقير. حقول لك نقطه واحده، اني وجودي بتقدم بسبب انه الرئيس الحلبوسي رئيس هاي الامه ورئيس هذا الحزب. والله عم كل الشارع، والله عم انت اصفق لك، الله يطول عمرك، والله انت صفق. تدري ليش؟ ليش؟ لان اني من طلع الحلبوسي، من صارت مشكله الحلبوسي لهسه احاول القى واحد يدافع عن الحلبوسي من الجماعه اللي اصلا كانوا يوميا ما ادري كل الفضائيات تتحدثون اختفوا تماما. يعني ربما انت صاحب مبدا وصاحب موقف، ربما الصمت بعض الاحيان لا 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 يغني لا. بس شفت المنظر البارحه بالانبار؟ لا والله عمي، يعني انا اقول لك حتى صحبه ما عندهم جاي يفكرون بالجاي منو. الله وكيلك. عموما انا اشكرك على الجاي رئيس الحلبوسي ان شاء الله. خلنا للضيوف الاخرين ان شاء الله، خلنا نروح للضيوف الاخرين. استاذ وائل حياك. هاي القصه بعد انتهت له بها رجعه، اكو اتفاقات سياسيه من جوه لجوه، اكو حوار يدور مع الشركاء السياسيين حول امكانيه ايجاد طريقه قانونيه لعوده الحلبوسي مره ثانيه، اكو لو ماكو؟ بدا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولضيفيك العزيزين ومشاهديكم الكرام.
اولا الموضوع انتهى، لا عوده للسيد الحلبوسي مره اخرى. زين. نقطه راس سطر. اثنين، اصلا لما صدر القرار القضائي من المحكمه الاتحاديه باقاله السيد الحلبوسي لم يكن هناك اجتماعا او توافقا سياسيا او محاوله للضغط على الحكومه الاتحاديه او للتوافق مع الشركاء السياسيين على اعاده ولملمه الموضوع، لانه ليس من غير المعقول ان كتله سياسيه تجي تجعل روحها في مقام الضغط على القرار القضائي. زين. حتى بالتالي تظل كل ما صارت شغلة قضائية وصدر قرار قضائي يجون يتهمونها أنه أنت لك من القدرة على الضغط على القرار القضائي بحيث تسيسين القضاء. فما لا يوجد هكذا توافق إطلاقا، على الأقل أتحدث عن الجانب الشيعي المتمثل بقيادات الإطار مثلا. زين. والسفيرة الأمريكية هسه هذه زيارات من الممكن أن يراد بها لها إرسال رسائل للأمريكان موقف معين، يرغبون في خلط الأوراق، يرغبون في إثارة مشكلة، يرغبون بالضغط على الحكومة العراقية اللي يشاهدون الآن مارة بمرحلة في نصرة غزة وموقف فلسطين. كثير من الأمور يعني السفيرة الأمريكية مواقفها واضحة. تمام. لكن الزيارات الأخرى اللي صارت زيارات أخوية السيد الحلبوسي بغض النظر عن القرار القضائي، إلا أنه لديه علاقات مع رئاسات كانت تربطه وياهم. زين. ومن باب العلاقة الأخوية السيد السوداني رئيس الوزراء يزوره ويزور رئيس الجمهورية، أمر طبيعي. هذا أمر طبيعي. زيارة بهالظرف هذا تربطها علاقات، يعني ما أتوقع. يعني لعد شنو تمثل الزيارة؟ إقرار واعتراف بوجوده ضد القرار القضائي؟ لا مو ضد القرار القضائي، ربما للملمة الأمر. لا ما يصير لملمة أمام قرار قضائي يعتبر بات وملزم على كل الأطراف، وإحنا هذه مو القضية الأولى. زين. قضية السيد زيباري صار بها ما صارت محاولة ولا صار ضغط ولا صار شيء، علما كان الموقف السياسي في وقتها أكثر يعني متأزم في وقت الاختيار رئيس جمهورية، وكان انسداد سياسي، وأصدرت قرار المحكمة الاتحادية برفض ترشيحه كرئيس جمهورية. تمام. أكو حديث ثاني يدور حول الموضوع. نعم. هو مو بس قضية الإقالة، هسه الإقالة الرجل خلص، الرجل احترم القرار. نعم. وهذا موقف احترم القرار ومن أول جلسة قال لهم خلاص ودار وجهه وراح. نعم. زين. أكو ما بعدها قال لك الأستاذ العلوي أستاذ محمد، قال لك اللي اعترضوا على خروجهم قبل فترة من طلعوا من العملية السياسية وقفوا على السريع، ومن وقفوا على السريع صاحوا قادمونا يا بغداد، ومن وراء ما قادمونا يا بغداد اجى الإرهاب واجى ما اعرف ايش وكذا، واحنا تنظيم وسمنا القاعدة، ذول الإطار هسه يريد يتحالف وياهم ضد محمد الحلبوسي اللي طلع وقف هناك. هسه البارحة ذكر المصفى بيجي، ذكر مدري شنو، هسه غير شغلات هسه هو ذكر. اخو احنا بالاستاذ محمد هاي يعني هم قضية سياسية لا اكثر ولا اقل. لا ليش يروحون يتحالفون ويا جايين منك وهذا الرجل هذا وضعه ماكو افضل من عده بالنسبه لهم هكذا يقال. اولا بالعرف السياسي العراقي بعد 2005 لحد الان رئاسه البرلمان للاخوه السن. زين. هسه هو طلع بقرار قضائي ما طلع بقرار قضائي، الاخوه من تقدم ما يرضون ان يقعدون على الكرسي كما ذكر استاذ محمد. يعني احتراما له شلون يعني يبقى البرلمان بدون رئاسه بدون رئيس؟ العملية السياسية شنو تتوقف؟ زين. هو البارحة مجتمع وياهم ويدعو مع جمهوره ويدعوهم للمشاركة في الانتخابات. زين. إذن يعني هناك رغبة في عملية عدم إيقاف العملية السياسية. واحدة من الأسس اللي استند عليها السيد المندلاوي بجعل الجلسات استثنائية أنه يخلي الجلسة مفتوحة، يقول لي أنه ما كان واصلني كتاب رسمي، انا ما اعتمد على هسه وصل اجى الكتاب. الان خلال الايام القليله القادمه ستجد النظام الداخلي للبرلمان يفرض على البرلمانيين بانتخاب رئيس برلماني. تمام. هسه هذا الرئيس البرلماني من تقدم يقدم مرشح يجوز يرفض، يقدمه من عزم، يقدمه من حسم، يقدمه من المهم انه واحد من الاطراف السنيه الذي يتوافق عليه داخل البرلمان. اسمح لي فقط اروح البابل. دكتور ضرغام حياك الله. دكتور ضرغام حياك الله اهلا وسهلا بك. دكتور ضرغام تشعدكم طالعين تظاهرات الرجال
راح بقرار يعني تم إنهاء عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية. إيش عندكم طاعين تظاهرات علي بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد أحييك وأحيي ضيوفك وأحيي الشعب العراقي المظلوم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل أن أجاوب على سؤالك، إحنا بدينا أنه حيينا بتحية الإسلام السلام عليكم، وهذا الإسلام اليوم اللي مظلوم مظلومية كبيرة بالعراق حقيقة، اللي ما بقى من الإسلام يعني حقيقة، فقط بس الاسم بظل عنوان البرنامج. يعني مثلا السيد الحلبوسي اللي جاي يتفضل ويدور الحديث، والبارحة هو طالع بلقاء، يعني أنا سمعت الحديث اللي تحدث يعني البارحة قبلها بيوم، تحدث حديث انه احنا خلاص الامور تمشي وطبيعي، واحنا الشعب البارحة بدأ يلوح تهديد انه احنا وياهم بالقانون، واذا ما اجوا بالقانون عندنا امور اخرى. السيد الحلبوسي والطبقة السياسية باكملها يعني لعم الأغلب بها يدعون الإسلام، ونفس السيد الحلبوسي اللي يعتبر رأس هرم هاي العملية السياسية اللي هو يمثل رئيس السلطة الرقابية أو التشريعية اللي مسؤول عن كل السرقات اللي صارت بالبلد، مسؤول عن كل الخراب. بس دكتور درغام، دكتور درغام بس اسمح لي، ولو كان مسلم حقيقي ولو كان عراقي وعنده غيرة على العراق كان استطاع أن ينقذ العراقيين من الواقع الليبي. أنا جاي هسه للقاء يا أستاذ محمد، وإذا تشوف المناظر اللي تعيشها مدننا مناظر مأساوية. دكتور مناظر دكتور درغام، دكتور درغام اسمح لي دكتور درغام، ويتفضل الأخ يحكي. دكتور درغام الحلبوسي، دكتور درغام هسه أنت محمد الحلبوسي مو مسلم طلعته، هسه الرجال ما أدري بوذي، بعدين شنو علاقة بدينا إحنا؟ الحلبوسي احنا نتعامل وياه كرئيس برلمان، سواء مسلم مو مسلم مسيحي ما شو ما ادري شنو، لا يعني حكي طائفي علني. بس اسمح لي ارجوك ساعه، احنا نتحدث الان عن، انا سالتك انه الحلبوسي طلع بقرار من المحكمه الاتحاديه، انتم رايحين تظاهرات، شو تريدون بعد؟ شو تريدون يصير؟ استاذ محمد، احنا انت تفضلت قلت الاسلام ما له علاقه، الحلبوسي يقول انا مسلم وتقدم مسلمين والطبقه السياسيه كلها تحج، فانا ابدي لك اياها يعني من الاساس، وقانون الدوله بصوره عامه اسلام. انت اقول لك كل شيء عند الجماعه يعني بس اسم بدون محتوى، يعني خرقوا كل القوانين. تظاهرتنا البارحه، احنا تظاهرتنا البارحه شكرنا القضاء على هذا القرار الجريء، هذا رقم واحد. ورقم اثنين طلبنا من القضاء انه مو بس يطرد الحلبوسي، الحلبوسي طبق عليه من اين لك هذا؟ الحلبوسي قبل لا يوصل لرئاسة البرلمان وللبرلمان كان يشتغل بشركة ما ادري شنو هيك، لا ماكو هاي القصور شركة ما ادري شنو، فاحنا انت يعني قلت لي ليش جبت الاسلام؟ احنا مسلمين، احنا عراقيين، وهذا نهب بلدنا، هو بقية الزعامات السياسية. استاذ محمد اليوم بلدهم والمسيح مو بلدهم، اغلب محافظات العراق مناطق بغداد البصرة الناصرية بهذا بظل الامطار، ظل الامطار اللي العراق بمس الحاجة لها يمر بشحة مياه، ما جاي تستغل وضع مأساوي. فالحلبوسي شكرنا القضاء انه طرده مزور، والامر الثاني انه يطبق من اين لك هذا، والامر الثالث توفير الدعم الشعبي الكامل للقضاء اذا اراد يتعرض الى ضغوط، والامر الاخر انه مو بس الحلبوسي، نريد بقيه زعامات الفساد يطيح بها القضاء، لان اللي دمر البلد آفة الفساد. الحلبوسي وبقيه الزعامات السياسيه اليوم اهلنا بغزه يذبحون، وايضا العراق يهدم بمخططات اسرائيليه امريكيه، والحلبوسي من كبار العملاء لامريكا واسرائيل، والدليل انه مو مسلم، والدليل ضد الانسانيه، البارحه التجمع اللي هو به يعني اقلها حياء من اسم العراق، من العروبه، من الاسلام. اذكر موضوع غزه، ليش كتبت روحك على المنصب وهذا الوضع اللي بالانبار وهاي الحشود؟ ف
فيا أخي العزيز، مظاهرتنا البارحة أيضا من أجل مطالب الشعب ولنصرة أهالي غزة. تمام. الحلبوسي من كبار من طردته المحكمة من كبار الاتحادية العملاء. الشعب العراقي فرح فرح لا. فرح كبير فرح فرح كبير. أني ما أعي الأهمية الكم متملق الكم واحد مشتري الحلبوسي أو غيره مثل ذولا اللي هسه عدنا يطبلون لأحزابنا الفاسدة. هذا الواقع. هم ذولا آفة الحلبوسي بمن صار بذولا. لولا السكوت ولولا المتملقين الحلبوسي ما استمر. كان الحلبوسي المفروض هسه معلق على حبال المشالق، لأن الحلبوسي دمر البلد. ليش؟ دمر البلد أستاذ محمد. إيش دعوة؟ ليش يعني يعلق على حبال المشالق؟ خاف ما يرضى هذا اللي من ربعه بنفسه يصرح يقول أموال المنافذ الحدودية وأموال المطارات وأموال الموانئ لا تدخل في حساب الدولة، تذهب إلى جهات مسلحة. لعد أنت رئيس برلمان شو تسوي؟ ما استقالية؟ وأنت أعلى سلطة. فلذلك يا أخي العزيز الحلبوسي دمر البلد وأذى البلد. والحلبوسي إحنا نسميه وعن يقين كبير الفاسدين. تمام. كبير الفاسدين ووفر حماية لبقية. تمام. خلي وجهة نظر ثانية. وبدأ يأخذ مشاريع بقية المحافظات، أغطي على فلان وفلان بس اعطوني حصتي. ما كفالة خذا من إعادة إعمار هاي اللي جتها من دول الخليج وغيرها الأموال وغير أمور هاي، ما كفى تجعل المحافظات الوسط والجنوب. تمام. دكتور محمد عندك رد على هالكلام؟ حكي بعيد عن السياسة. يعني من باب الرأي والرأي يعني الآخر يعني هذا الكلام اللي ذكره الأستاذ. نطرح طرح سياسي، نحكي بنقاط، نحكي بقانون. حجي شنو هذا الحكي؟ الله يرضى عليك. شنو يعني؟ والله بعيد عن السياسة. زين غزة العفو الأستاذ سوى الغزة شنو؟ مدى أفتب يعني سوى الغزة مدى أعرف يعني أريد أعرف الأستاذ سوى الغزة. هي غزة سوالف؟ هي غزة كذب؟ عم غزة براد لها مواقف، دول واقفة، صراع اقليمي. جاي العفو الاستاذ اللي ما يمثل بس انا خذها مني. الاستاذ غير الاستاذ ما يمثل بس روحه. انا هاي خذها مني. ما يمثل بس روحه ضرغام ما يمثل بس روحه. هاي انا اقول لك اياها اليوم مباشر عقبه. زين والدليل راد يسوي له حركه الاستاذ شو اعلامي. خذها مني استاذ ضرغام غير محترف بالظهور الاعلامي. بس كطرح سياسي انت كل انت تعرف كل زين. تمام. هسه هو يعني بربك استاذ محمد الله يرضى عليك يستقيل وما اعرف شنو. عمي هذا طرح سياسي؟ هذا طرح بواقع سياسي؟ بس فهمون لحد الان الطرح السياسي الطرح شنو؟ بس اسمح لي ضرغام وجماعه ضرغام قلبوا النظام السياسي ضرغام. ضرغام وتشرين شنو حد؟ طبعا هم الله يرضى عليك يا استاذ محمد. ضرغام وتشرين شنو؟ زين عمي هذا رجال دخل تجاره بموضوع تشرين. هاي انا خذها مني تاجر. تجاره بموضوع تشرين. حجي شو اعلامي؟ زين موضوع غزه يا بس اريد افتهم من بدت غزه ليس ضرغام السوى اخترع البابونك؟ زين بس تجاوبني سوى ضرغام. هو جاوبك كان سوى موضوع غزة شنو؟ يا غزة سوالف وكذب وانتريات. حجي هاي موضوع غزة لا حد يساوم عليه ولا حد يصعد على دول مجتمعة وأقاليم ومقاومة وعالم مجاهدة ودا تريد تتحرك على موضوع غزة ومحلة. جاي ضرغام يحلها بصوتين قال كلمات مؤثرة جدا. تمام. أكو الحلبوسي من كبار حرد لك والله حرد بس اسمح لي أخلي عيد لك. أنا حرد لك أكو الحلبوسي من كبار الفاسدين. زين الحلبوسي من كبار عملاء أمريكا وإسرائيل. ترى إذا ما تسمحن من ضرغام هاي تسمحن من غيره من كبار الفاسدين هاي الأشياء العميل. ردوا عليهن ما دام العملاء الأمريكي وإسرائيل هم عملاء بالسر مو الرئيس الحلبوسي عميل. بالعكس الرئيس الحلبوسي طلع بلقاء وعلني بالانتخابات ذيك قال أنا على أبو إسرائيل بقد عدد شعر الكيان الصهيوني علني قالها. أكو عالم سياسيين لحد هسه أتحداك إذا يحكون على إسرائيل كلمة أتحداك من السياسيين إذا سنة وإذا شيعة. لا حج الرئيس الحلبوسي موقفه واضح يقول لك أنا ضد الكيان الصهيوني. موضوع آخر موضوع المحافظات ويحكي حجي إحنا نظام الدولة جمهور اتحادي فيدرالي. أكو غير هذا الحكي؟ احنا نظامنا شنو؟ مو جمهور اتحادي فيدرالي؟ لا اكو غير. زين احنا عندنا محافظات منتظمه باقليم وغير منتظمه باقليم. صح.
أي. الاستاذ جايده يحكي احنا وهاي غير عندكم ممثلين شاركوا بالانتخابات أي. اختاروا ممثليكم هم يسوون محافظاتكم، مو ديك المره قلنا محافظه كربلاء بيها تطور أي. محافظه البصره بيها تطور، الانبار بيها تطور. حبيبي استاذ ضرغام روح أي. شارك بالانتخابات، لا تظل يوميه بالشارع والتاجر بدماء ولد الخايبه زين ويصيرون ضد الدوله وتجي تقول منو ممثليك راح انتخبهم، اختار لك ممثل ممثلين ثلاثه وتوكل على الله غير بالقانون. انت انتبه استاذ واضح. انت لا اكو نقاط لازم اكمل واضح واضح زين واضح. انت تريد تغير غير بالقانون مو بالمظاهرات. كافي عمي كافي، دمرتونا والله دمرتونا. تيجي على الواقع حكومه السيد عادل عبد المهدي حكومه جيده زين حكومه جيده، انا احكي لك اني حزب تقدم مع الرئيس الحلبوسي وحتى الرئيس الحلبوسي هذا رايي ايش بيها حكومه السيد عادل عبد المهدي ارقى حكومه جتي بالعراق، خدمات تخصيصات ماليه والله تصريح لطيف والله خذها مني ايه. ايه. انا دا اقول لك اياها عمي ذولا دمروني من هم ضرغام ربع ضرغام تريد الصدق غير فلشوا العمليه السياسيه لعبوا بينا طوبه ما تدري بيع جندات خارجيه هسه ضرغام منو يمولي حج تعال قل لي المظاهرات ما يراد لها فلوس هسه هو ضرغام ايش عنده حتى يا معود شنو ايش عنده والله العظيم تجاره علنيه زين ارجع اقول لك يجي ما اعرف والله يعني يجي يحكي لي بامور كان سياسي كان عنده شركه هو انت معلومه ما متاكد منها جاي تصرحها بالتلفزيون يرحم والديك دلم معلوماتك زين العمليه السياسيه احنا داعمين لها استاذ محمد ولازم تتاكد من هذا الموضوع بتصريح الرئيس الحلبوسي واضح. تمام واضح. لا سوينا خيم لا سوينا مظاهرات لا قطعنا طرق لا هددنا قضاء لا سوينا عصيان مدني لا خلينا ثلاث محافظات تنهجم بيتها موضوع لا عودة للرئيس الحلبوسي هذا الموضوع ما يبته بس القضاء بس تمام؟ القضاء ممكن القضاء يفتح من جديد قضية الرئيس الحلبوسي بدواعي استثنائية تمام ويرجع إذا القضاء فتح قضية الرئيس الحلبوسي ورجع أحد يقدر يشكك بالموضوع؟ لا طبعا هو لا صدق والله لا القضاء صدر قرار قضائي مرة أخرى ما حيقدر يقول لا صدق مثل ما أقول خلاص احنا إذا صدر قرار بالعودة احنا نحترمه وإذا صدر قرار بعدم العودة احنا محترمين هاي أوامر الرئيس واضح وين ماشيين الجماعة باختيار منه يعني الآن شفت شفنا مثلا اكو جماعة رايحين للمالكي جماعة رايحين ما اعرف ايش بس مو هم الجماعة نفسهم تقدم اكو كلام انه رئاسة البرلمان يجب ان تكون لتقدم يعني هو الخلاف السني السني استاذ محمد اللي وصلت داروته الى القرار اللي اتخذته المحكمة ماكو طرف آخر لا شيعي ولا كردي أعتقد زين. فبالتالي أتصور أنه الآن أنا ما أقدر أجزم لربما قد أختلف مع الأخ محمد في طرحه بأنه ما أقدر أقول والله عدد كتلة تقدم سوف تبقى كما هي بذات العدد حينما كان السيد الحلبوسي رئيسا للبرلمان زين. أعتقد أن هناك من يستطيع أن يؤثر على البعض لكي يلتحقوا بكتل سنية أخرى زين. هذول إذا اتفقوا على شخصية وهناك أسماء مطروحة يعني ثلاثة أربعة قد يجوز واحد من عندهم من تقدم تمام. لكن بالنتيجة النهائية لغة الأرقام هي الفيصل داخل البرلمان بالتصويت بالتحالفات استاذ صح؟ حسب من خلال التحالفات يعني احنا هسه كمكون سني لازم نص زائد واحد صح؟ واحد أوكي من النص زائد واحد؟ يعني تقدم هسه يجوز قلت لك انا بديتها على اساس خروج بعض من كتله التقدم مستحيل اصلا حزيدك يعني معلومه هاي حصريه يم استاذ هاي يمكم هناك انسحابات من بعض الاحزاب الاخرى والانضمام الى تقدم هسه هذه تحكمها ال 48 ساعه ال 72 ساعه القادمه اعتقد انه هناك نيه في التصويت على لكن تقول لي المرشح يقبل من ان تكون من تقدم إذا قُبل مرشح تقدم لمجلس النواب يعني هذه هنا أكو توافق سياسي على أنه حتى لا تزعلون الجماعة كلهم يعني ما معقولة كل هني يلتم مرة حالياً وحدة احنا حالياً ماكو بديل أنت دا تطرح حسة سيناريو أنا دا ناقش الأمر على أساس أنه أفترض أكو بديل من تقدم لرئاسة احنا حالياً أملنا ماكو بديل ما يبقى بالقضاء بعودة الرئيس ما لا ماكو هذا الموضوع يعني لا يمكن هذا إذن بمعنى أن نبقى بعد سنتين ما المحكمة ما تعيد الأمر بقرارها لأنه الحجية اللي انطتها اليوم ب 12 ورقة ما أعرف 13 ورقة أطول قرار
كاتبته بحيثياته. فلذلك أعتقد أنه القرار الرئاسة الجديدة ستذهب إلى الأطراف المنافسة الأخرى من حتى إذا ما جايبين أغلبية دكتور درغام يجيبون أغلبية دكتور درغام دكتور درغام تسمعني؟ أسمعك أستاذ. طبعا تكلمت حضرتك ورد عليك أستاذ محمد رد عليك أيضا باتهامات أنت دمرتوا البلد يقول لك أنت وربعك دمرتوا هاي البلد ما أدري منين جاي تجيب فلوس أنت منين جاي تحصل فلوس هواي سوالف يمكن أنت سجلتهن إذا تحب ترد عليهن بس أرجوك رد عليهن يعني بدون شخص أنا احنا بالبداية يعني حقيقة استاذ محمد ما اخفى عليك صار احنا يعني اكثر من سنة هي حتى قبل ثورة تشرين يعني نتظاهر ونطالب بحقوق اهلنا وناسنا اللي مسلوبة ومسروقة من قبل الفاسدين وهذه الحقوق هذه الحقوق والمطالب اللي بقانون الدين بالقانون العراقي انه الشعب مصدر السلطات والشعب يطلع مثلا احنا من طلعنا طالبنا ثوره تشرين او قبلها ايش طالبنا يعني مثلا ردنا كرسي الحلبوسي مثلا ردنا وزاره او غيرها ناس رايده مي وكهرباء وخدمات فاحنا يعني الاحزاب اللي نطلع عليها نريد حقنا من عندها وتشوف نضايقها ونفضحها ونعري سرقاتها اكو بيهم قتلونا بالسلاح اعتدوا على منازلنا فهسه انقطع صوته يمكن دكتور درغام قطعت الكهرباء يمك دكتور درغام اكو ممثلين منهم استلموا مناصب استاذ دكتور درغام اسمعك تسمعني الان اسمعك بس الكهرباء طفت هلا يلا هسه انا اسمعك تفضل كمل كلامك صوت بعيد يا شباب دكتور درغام راح احتفظ لك بوقتك راح احتفظ لك بوقتك دكتور درغام راح احتفظ لك بوقتك وارجع لك مره ثانيه على ما يتصلح الخلل يمك يعني على ما تجيك الكهرباء تمام استاذ محمد يعني اكو موضوع اكو بارحة خطاب مختلف تماما قبل الخطاب لا قبل الخطاب ايه؟ موضوع كلش مهم ايه؟ بس سؤال احنا الجمهوريه الاسلاميه العراقيه سواء اسلاميه سنيه او شيعيه لو جمهوريه العراق بتعدد بوجود مسيح دين الدوله هو الاسلام تمام على راسي بس احنا مو حكومه اسلاميه اكيد نحكيها يعني بصريح العباره اخواننا اليزيديين اخواننا المسيح هو والدليل انا هسه بتقول يعني رجال مسلم حجي هذا الطرح والله مخزي قسما بالله مخزي حتى القضيه الفلسطينيه هسه اخواننا الفلسطينيين المسيح يدافعون على القضيه الفلسطينيه اكثر من المسلمين يعني زي. هذا الطرح مخزي عين يعني حتى احنا هسه كالسيد ريان الكلداني وجماعته وبابليون مو موجودين بالعملية السياسية عمي هذا الطرح عيب هذا اللي يطرح الأخ تمام اثنين تمام. خلي جواب آخر تمام. آخر مرحلة واسألني آخر ايه. مرحلة ايه. زين زين يقول احنا استلمنا مناصب اكو ممثلين عن تشرين استلموا مناصب صح لو غلط سلمان الكاظمي تمام مضبوط ولا لا عمي اداروا البلد هم اداروا هاي التجارة دكتور درغام دكتور درغام تسمعني الآن ها دكتور درغام واحنا نمثل صوت شعب معاناه شعب ما نشيل الراحه ناس نطالب بحقوق العراقيين المظلومين اما قضيه غزه يقول الحلبوسي صرح تصريح هاي التصريحات طلع هذا الاسرائيلي امام شو اسمه والله المعلومات شو اسم الاسرائيلي هذا الاسرائيلي قطع صوته عندي هي القصه لا اريد اعرف اسم الاسرائيلي هسه يجوز استاذ الله يرضى عليك انت جايب لي واحد لا عنده معلومه لا عنده سالفه اتهامات هسه الاستاذ من دا يحكي دا يقول المحكمه عندها سبعه اوراق الرجل يكمل يحكي بقانون
خلي رجلك يا ممكن شنو هذا الاسرائيلي استاذ بربك هذا الاسرائيلي يا اخي انقطع كلامه صوت القطع هذا الاسرائيلي استاذ محمد صوت انقطع هو خليه يعرف اسمه الله يرحمه قال لا اله قال لا اله كفر بعد الرجال ما كمل كلامه دكتور درغام تواقيع دكتور درغام 50 توقيع دكتور درغام جلسه دكتور درغام اسمعني أرض الحلبوسي أي موقف للبرلمان موقف صريح وقوي هذا العراق اللي هز الدنيا بحرب 48 بنصرة اللي كان بمقدمة الدول والجيوش بحرب 73 العراق هسه بسبب الحلبوسي وغيره من الفاسدين موقفه هزيل أرجوك خليك من الكلام أستاذ محمد لأن جابوا للناس هاي قضية الانتخابات ودايخة هذا الشعب الأردني الشعب الأردني ملايين جاي تطلع نصرة غزة الحلبوس الدليل على عمالته لإسرائيل وأمريكا ما خلى تظاهرة تطلع بالغربية هاي دول العالم هاي واشنطن نيويورك لندن دول العالم كلها طلعت عازر غزة وعدها إنسانية الحلبوس عديم الإنسانية عديم الغيرة والله ما أعرف موقفه مع إسرائيل وأمريكا طبع بعيد والشعب العراقي جوعان البطاقة التموينية والدولار وين موقف الحلبوسي لذلك من سقط الحلبوسي شعب فرح شعب فرح ممثل عن شعب ممثل استاذ العزيز دكتور درغام بس احنا نحكي بس احنا نطلبه من القضاء انه يحاكمه ما يخلي يثير امور البارحة يهدد البارحة إذا ما لجأوا للقانون عندنا غير أمور عمي قال الشراكة السياسية في حلم أمرها يسحق على كاك مسعود قالها كاك قوابات قالها هواية من شركاء العملية السياسية قالها الحلبوس ولا كم متملق للحلبوس أو للأحزاب الشعب العراقي شبع ضيم الشعب العراقي جوعان بسبب الحلبوس وغير الحلبوسي واكثر واحد الحلبوسي رئيس برلمان رئيس سلطه تشريعيه ورقابيه الدولار جاي يسرق الدولار حج رئيس السلطه التشريعيه شعلي بهذا الحكي استاذ والله طرح ينرفز ينرفز هو ينرفز هسه خلي هذا ضيفك يقول قانون يا قانون هو الحل الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر قسم كيف من يقطع صوت حجي والله العظيم حجها حجها عمي هذا صوت ناس هذا من صوت ناس لازم تسمعونه حجي هسه اكو حل مو صوت ناس هو تريدون تسمعون صوت ناس هو مو صوت ناس لا انتم بس تريدون خلي رشح للانتخابات يشوف الاستاذ قاعد تسمعون يوميه انتم ما قاعد تسمعون يوميه بس اسمع حجي هذا اول شيء ما يمثل تقدم هاي نقطه اثنين احنا كحزب اسمعني شنو علاقه بتقدم الرجال اسمعني ايه هو ده ينتقد هسه حزب ما موجود بمنطقه ماجد ما له علاقه بتقدم بس اسمح لي يا اخي العزيز بس اسمح لي او دا اقول لك هو ده ينتقد هسه احنا عندنا 650 الف صوت تمام موجودين تمام ضرغام مو من ضمنهم اصلا احنا المناطق النازلين بيها مو مناطق ضرغام واذا شنو يعني ما من حقه اخي شنو ما من حقي يعني انا رئيس دوله جمهوريه ما من حقي الانبار مو مدينتي صلاح الدين مو بلدي زين هسه نجي على الواقع شنو ما من حقي اسمع لا ما من حقك حتقول لي ليش لعد هاي الدماء سالت بصلاح الدين يا اخي العزيز هاي الدماء سالت بالانبار منين غير دمائي هاي غير ولدي انت تجي على موضوع اخي ذولا 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 الناس اهل الانبار ذولا اهل الانبار اهل الانبار منين هم غير اخوتي على راسي على راسي خلي احكي لك الطرح لعد انا هسه ما يحق لي احكي باسم البصره حتقول لي ليش هسه اقول لك ليش اسمح لي يا اخي ايه؟ اول شيء اهل مكه ادرى بشعابها هذا مثل معروف ايه؟ اثنين كم نائب من البصره قول 20 نائب صح هذول لهم صوتهم بمجلس النواب لهم قرارهم انتخابات مجالس المحافظات انتخابات خدميه زي. تمام لو مو تمام هذا موضوع بتيناه انا بانتخابات مجالس المحافظات مو يجي ضرغام يحكي لي باسم الانبار وانا عندي مجلس محافظة ومحافظ من حقه ينتقد ما من حقه لا شلون ما من حقه أنا ما من حقه انتقد واسط ليش ما من حقه انتقد واسط من حقك وفوق أخي ما من حقه تدري ليش حقول لك ليش يا أخي أنت عراقي هذا بلدك أخي مو إحنا أنا دا أعطيك إياها نقطة هسه أكدت لك وأنتوا أقريتوا بي إحنا شنو جمهورية اتحادية فيدرالية صح لو غلط زين مضبوط لو لا لو نؤمن بالدستور زين لو احنا ما نؤمن بالدستور موضوع ما يقبل غلط رئيس مجلس النواب العراقي بالسلطه التشريعيه رئيس مجلس النواب العراقي هسه
انت تيجي على الواقع. صحيح هنا اخذ خرج من صفة الأنبارية تحول الى صفة الوطنية 100%. صحيح صح. هنا النقد عليه لانه يمثل العراق برئاسة السلطة. البرلمان اتحادي فبالتالي الإساءة الى يعني انا اكو فقط بعض الملاحظات على ما تفضل به دكتور ضرغام. الدعاوى عادة يعني واذا شاهدت اليوم وقرأت البيان المحكمة الاتحادية انها ردت دعوى السيد باسم خشان قالت لأنه انتفت عن الحاجة اللي أي دعوة أصدرت أي دعوة. وهو قدم دعوة إضافة إلى المحامين اللي مجموعة ليث الدليمي زين. فرفق معها أعتقد قضية البي جي آر الشركة الأمريكية. المحكمة قالت له هذا من الممكن ردتها قالت له ممكن أن تقدمها دعوة منفصلة ليست بهذا ليست بهذا القرار. إذن عندما نتحدث عن قضايا قانونية ونحترم أمامها القرار القضائي يفترض أيضا أن نتحدث عن بإنصاف يعني بموضوعية بموضوعية. فالآن لم توجه إلى المحكمة الاتحادية قضايا تحمل السيد الحلبوسي بالعمالة أو بالخيانة أو بالفساد المالي. لا وجهت بالمحكمة بس ما باته. أحسنت. لما تنظر المحكمة تبتها تقول مضمون الكذا نتيجة تعامله مع شركة البي جي آر اللي هي ديش الساعة من الممكن أن يعني هو لما أقول والله باسم هذا لما باسم خشار راح قدم دعوة أنه الحلبوسي متعاقد مع شركة أحد أعضاها يهود باراك. يهود باراك نعم. قد المحكمة تردها وقد ما أكيد تتخذ يعني قرار يعني عليه يعني هي ما بمعنى أنه أنا لحد الآن ما اقدر اخلي نفسي بمحطة القرار القضائي. اكيد. ثلاثة السيد دكتور ضرغام هسه يتحدث عن مظلومية شعب. والله احنا كنا ابناء هذا الشعب وكنا نتحدث بكل هاي المظلومية زي. ما اعتقد عندنا واحد يتعالى ويترفع على مظلومية واستحقاق الشعب، لكن اكو بعض الاحيان الصفة الحديث بها انه نحن بلد مكونات بالأغلبية مسلمين 90% 95%، لكن بأقليات يجب أن تحترم. لا حسب فهمت هي بهذه الطريقة. أنت لما نشوف واحد مخطئ واسمح لي أنا من عليك. صحيح. يعني أنت مو مسلم أنت ليش تسرق؟ صحيح. أنت مو مسلم أنت ليش تفسد؟ أنت مو مسلم أنت كذا. هو الرجل يعني يعني هذا صحيح. خب هذا الطرف أصلاً والله مخطئ كثير يعني مو يعني جديد. مخزي. ثلاثة النقطة الأهم. إحنا الآن حديثنا عن موضوعة السيد الحلبوسي وتداعيات خروجه مثلاً من الممكن أن نقول هل هناك ارتدادات، هل من الممكن هسه موضوع غزة موضوع كبير أستاذ محمد أكيد. كلنا يقف مع غزة بحلقة ولا بحلقتين ولا بثلاثة أعلنا موقفنا مع غزة وغزة كل رمز لكل الوطنيين كل شركاء العملية السياسية، لكن إحنا الآن نتحدث يقول لك الحلبوسي منع أي واحد بالغربية يطلع تظاهرة من أجل مناصرة غزة. الدليل شنو أستاذ؟ هذه انا ما اقدر ما اقول انت سمعت شنو. بس اسمعني انت سمعت واحد طالع لا ما تسمعك اكو واحد ابدا استاذي طلع نعم نعم طلعوا ولا ما طلع استاذي هذا الشخص يكذب طلعوا ولا لا طلعوا شنو ما طلع طلعوا يوم الجمعه وشالوا الاعلام شنو الحكي هذا ليش بالعظميه طلعوا منو الجمهور العظميه مو من الغربيه هو يتحدث عن المناطق الغربيه طلعوا يوم الجمعه البارحه صوره الاعلام القضيه الفلسطينيه جنب الرئيس الحلبوسي يقول لك الغربيه يقول لك الغربيه الرمادي هو شعبي بالغربيه لا يظل يحكي باسم الغربيه تمام لا يظل يتدخل بشكل مناطق دكتور ضرغام اطر رجل المجال خليه يتحدث دكتور ضرغام انت حكيت قلت الحلبوسي عميل والحلبوسي اسرائيلي والحلبوسي فاسد اللي يطلع مظاهرات هو العميل باجندات خارجيه مدعومه من الخارج هو العميل اسمح للرجل اسمح للرجل زين اللي طلع مظاهرات ضد البلد وضد الحكومه هذا هو العميل شنو هاي هاي حق يعني اي واحد مظاهرات استاذ محمد التام استاذ من تطلع عن موضوعيتها ويصير بيها سلاح ويصير بيها شاق للراي العام ويصير بيها تحطيم دوائر دوله هو ذول العملاء دكتور ضرغام تفضل 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 بس اثبت لنا على الاقل شلون الحلبوسي عميل شلون الحلبوسي فاسد شلون الحلبوسي مدمر الدنيا شلون دكتور ضرغام أنا أشكرك على هذا السؤال أستاذ محمد العزيز أنا بالنسبة لي يقول أكو عندنا مثل يعني مثل متداول بالشعب العراقي من الشعب المصري الحمد لله
كمعودين بنفسه يجاوب على اسئلتك. السؤال الاول شلون فاسد هو بالنسبه له بنفسه طلع قال اموال. سبحان الله سبحان الله يا اخي، يجوز اللي يقول الحق يا اخي. سبحان الله يا اخي سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله العظيم يجوز اللي يقول الحق. عمي يا حق عمي هذا الكلام والله العظيم. يعني انا بس اريد افتهم شغله واحده، يعني هذول اللي يباعونه بالدول العربيه ويشوفون هذا الطرح ترى يضحكون علينا. ليش يضحكون علينا؟ والله يضحكون علينا. البارحه كان ضيف هنا والله الله وكيلك حديث نص عن قصور الحلبوسي. ايش بيه؟ عن قصور الحلبوسي وعلى اموال الحلبوسي. شنو القصور؟ طلع ذاك اليوم مش عان الجبوري قال 122 مليار يمكن دولار يعني هذه ما ادري هذه لا يمكن ان تخفى لانه اطراف يعني لانه اطراف السنيه المشتركين ويا دي يحكون بيها. هاي الناس كلها قاعد تتهم يعني هذه قضايا. هاي الناس هسه هذا ضرغام ماجد من يقول فاسد ومن يقول كذا. ممكن نطلع على هذا. احنا نتحدث اعلام الان. دكتور ضرغام تفضل. نطلع عليه احنا صوتك قاعد. الدليل لازم بمحرر رسمي. الدليل البلا محرر رسمي يعتبر دليل. دكتور ضغام تسمعني؟ وهي اللي مهمة جدا. مضبوط لو لا؟ يعني هسه قضية الرئيس الحلبوسي بناء على محرر رسمي. تمام. استقالة قدمت من النائب ليث الدليلي. يعني هسه رئيس مجلس النواب مزور مو عيب. مزور؟ هسه مو المحكمة تقول مزور؟ لا 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 لا. مو المحكمة ايش قالت؟ رجاء. المحكمة ايش قالت؟ رجاء. قالت مزور. المحكمة ايش قالت؟ الشرف بالضبط قالت. ارجع انطيك نقطة واحدة، يعني اسمحوا لي الله يرضى عليكم، اسمحوا لي، أنا في بعض الأحيان عندي شركات. تمام؟ نوقع على محررات رسمية. يصير خطأ جزء بإجراء إداري. وصلت الفكرة؟ وينك كنت؟ أنا داعت شنو وينكو؟ وينك كنت؟ يعني محمد 11 شهر. وينك كنت خطأ؟ 11 شهر. مرافعات بالمحكمة الاتحادية. نعم. إلى أن وصلت القرار. يعني ممكن نحكي شغلة. خصم السيد الحلبوسي. خصم السيد اسمحوا لي. نائب. اسمح لي نائب وغير التاريخ. خلي جيك قضائيا. خصم السيد الحلبوسي كان متهم بالإرهاب. طبعا. صح لو غلط. أيوة أطلق صراحة. دخل نحكي يا أخي. بس أنت بتعطوني مجال نحكي. خل نحكي. خصم السيد الحلبوسي متهم بالإرهاب وعليه شهود وشق ملابسه بالمؤتمر. وأني بريء وأني فلان وهسه نائب موقر سياسي محترم اشمح له. تمام. ليش خلاه دخل نحكي يا اخي؟ متهم بالارهاب ليش خلاه نحكي يا اخي؟ يرشحوا يا مدى تخليني اكمل. وليش اختلفوا يا انت من انت ده صادر صوتي والله انت اعطيني بس اسمح لي عفو العام. يعني اسمح لي بس اسمح لي. الرجل متهم بالارهاب طلع المحكمه خو كان حكمها بات على ليث الدليمي. صح لو غلط؟ من تبرأت المحكمه وطلع جينا قلنا هذا القرار غلط. ليث الدليمي مو محكمه اتحاديه على راسي طبعاً. على عين اسمحوا لي بس اسمحوا لي يا جماعة القرارات مو باتة اكو عالم لا لا المحكمة الاتحادية بات تمام وياك قرار المحكمة الاتحادية بات المحاكم الجناح يا استاذي يا استاذي بس خلي احكي لك نقطة بس خلي اكمل في وجهة نظري قرار المحكمة الاتحادية بات بالامور الاعتيادية يعني مثلا المشعان الجبوري استبعد من الانتخابات نتيجة شهادة مزورة صح صح لو لا اسمحوا لي اختصر لي المحكمه الاتحاديه استبعدته اجى قرار جاب صحه صدور ورا سنه تمام سمحت له سيقدر مش عارف تمام دكتور ضرغام صح لو غلط يا جماعه لا لا ما رجعوا دكتور ضرغام ما رجع سمحوا لي يرشح كان مستبعد حتى من الترشيح دكتور ضرغام جاوبني على اسئلتي يا اما تثبت لي اليوم هسه الحلبوسي فاسد ومخرج واحد وارهابي وكذا لا اما ما تطلع بالاعلام بعد لا تحكي بالاعلام والا هيجي الكلام على الحبل على الغارب ما يصير الفاسد اقول هذا وين فساده العميل اقول وين عميل وين عمالته والا باكر انت امام راي عام قل لي شلون الحلبوسي فاسد وشلون الحلبوسي عميل استاذ محمد أي. احنا من نحكي احنا لا عندنا حزب ولا عندنا خلاف شخصي مع الحلبوسي احنا نحكي تطلعات ورأي وصوت الشعب العراقي تمام الشعب العراقي يقول لك العراق من 2003 الى الان من سيء الى اسوأ بسبب الباق والفساد زين. من هو الباق البلد من هو الباق هاي النواب هسه الدنيا رئيس السلطة التشريعية اقول لك طلع بلسانه انت هسه تسألني تقول لي شلون فاسد
أقول لك بلسانه موجود هسه لا تحب أعطيك إياه المقطع وتعرضه على القناة بلسانه سئلوا أموال الملاذ الحدودية والموانئ والمطارات وين فلوسها تروح؟ قال ما تجي للدولة وين تروح؟ قال تروح لجهات تملك سلاح زين أسئلك بالله هذا مو نسف للقانون وللدستور رئيس السلطة التشريعية جاي يعترف ويعترف انه هو ما مأدي دوره وانه هو مسؤول عن سرقة البلد زين. يعني انت وين دورك الرقابي وين دورك القانوني هاي الجهات ليش ما كشفت عنها بعد انطيك القضية ناصر الغنام الغنام كشف البوق مع القضايا الجيش هاي الثمانين دونم الشفطها الحلبوسي بعد الارهابيين اللي مسجلهم الحلبوسي شهداء والشهداء مبيوك حقهم من كشفها ناصر الغنام شلفه فاستاذ محمد اذا اريد اسولف لك على فساد الحلبوسي يرادلنا حلقات دليل شنو وشنو تجي تقول لي قدم اديتك هذا الحكي هذا حكي هذا ترى تحصل ما بت بيها القضاء خليك محمد كلا عرفت بيها واتصلوا بي اتصلوا بي يابا هذه انت متعاقد وياها قالي يابا مو بيها هاي ايهود باراك قال ها مو ما ادري بيها هي لعيب استاذ تسمح لي شغله تسمح لي لا لا استاذ هذا حكي هذا اتهام اتهام لازم ادافع اعطيتك اكثر من مره دافع وهسه راح ارجع لك شركاء 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 بدماء الله الله زين ايضا صوتك راح انقطع مره ثانيه ممتاز استاذ هو اليهود والملحدين والملحدين صغارهم وكبارهم ما تهدأ المدن ما تهدأ المدن الاوروبيه والغربيه بالتظاهرات شوف هذا عبد الحلبوسي شوف هذا هذا من يحكي ضد التظاهرات ويدافع عن الحلبوسي ماكل مال حرام انا ماكل مال حرام وهذا ابن حرام والله والله لو 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 ابن ابن لا 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 ما انت واحد صاحب وزباله زين وضع ابوك يا ابو شرف هاي ماكو يا ابن ابنك لا ضرب انت ابن الحرام سعد محمد سعد محمد سعد محمد زين وانا انا اجرجر قضائيا انا اجرجر يا كلب يا فاطمه امشي ليك زين لا خلي 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 الكيف خلي الكيف امشي امشي دكتور الغام دكتور الغام اسمعني 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 احنا في حوار احنا في حوار لا شنو الزبال هذا زبال عني زين مع احترامي لصفه لا شنو هذا شنو هذا عمي دكتور محمد شنو مع احترامي يعني يعني لمهنه التنظيف شنو انت واحد صاصر زين وديوت لا 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 زين لا لا عيب 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 ما مسكت عليه كل الحلقه امشي ولي امشي ولي ما تمثل غير نفسك ارجوكم هذا الكلام مو صحيح امشي زباله هذا الكلام لا لا عيب لا عيب 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 انت اكبر من هاي الالفاظ لا يحترم نفسه استاذ لا يسب الاهل لا يحكي هاي خاف عبال العالم يعرفون قيمته ويعرفون هاي انا اعرفه كل زين هذا احنا امام راي عام واحد عميل وتمويل خارجي ويسيء اختم 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 مو صحيح مو صحيح خلص مو صحيح لا ابدا مو صحيح